كل سنة وحضراتكم طيبين. حقيقة برضو هبدأ بالاعتذار التقليدي في كل إفطار عن عدم القدرة على استيعاب الأعداد التي فاضت عن الدعوات المقدمة في الدعوة، وإنه بقدر الإمكان ما لمسته الآن بين زملائي هو الألفة. فكثير من المحامين شاركوا كثير من المحامين في واجباتهم دون ضجر أو ضيق، وهذا إحساس جميل رفيع المستوى يحمل مدى الحب الذي حمل هؤلاء على الحضور لكي يشاركونا ونشارك معا في الاحتفال سويا بليلة من ليالي رمضان المباركة التي اعتدنا فيها منذ أكثر من 20 سنة نتحدث فيها عن الشأن النقابي، ونتحدث فيها عن المشكلات النقابية، ونتحدث فيها عن آمالنا في المستقبل المشرق للمحاماة الذي نصبو إليه ونحلم به ونتطلع إليه. الحقيقة هو مشوار طويل، أصلاً بدأته المحاماة منذ ميلادها ومنذ نشأة نقابة المحامين في 1912. بدأ مشوار النقابة في تأسيس مؤسسة مهنية وطنية تدافع عن حقوق أعضائها وأيضاً تؤدي دورها تجاه المجتمع وتجاه الوطن. والحقيقة ما شعرنا به إحنا من حوالي 10 أو 15 سنة شعرنا بأن هناك معادلة خاطئة في حسابات نقابة المحامين. المعادلة هو أن هناك حضور رقمي في أعداد المحامين لا يقابل إنتاج حقيقي للمحامين المشتغلين فعليا، وأصبح في تناقض بين موارد يضخها عدد محدود من المحامين المشتغلين وبين استغلال هذه الموارد من عدد غير محدود من غير المشتغلين يشارك في مساهمة المحامين المشتغلين فيما ضخوه من موارد داخل نقابة المحامين. وده اللي جعلنا نعيد النظر وندقق في فكرة تنقية الجداول وفكرة ضبط النقابة لأبنائها. المحاماة لمن يعمل بالمحاماة، لا يمكن أن تكون المحاماة لمن يحمل كرنيه المحاماة فقط، وإنما المحاماة لمن يعمل ويشتغل بالمحاماة كما يشتغل كل المحامين كما ترون الآن. هذا الشعار أو هذا العنوان هو اللي جعلنا ندقق فيه سنوات الاشتغال وفي أدلة الاشتغال وفي ضوابط الاشتغال علشان نصل إلى الرقم الحقيقي للمحامين. الطرف الآخر اللي كان هيخل أيضا بالمعادلة المختلة هي التعليم المفتوح اللي حتى الآن لا يكل ولا يمل عن معاداة نقابة المحامين لأنها دافعت عن نفسها ضد هذه الهجمة الشرسة التي أرادت الاستيلاء على موارد نقابة المحامين. الحقيقة هو مطمع نقابة المحامين مطمع ومستعمرة لمن يريد أن يستعمرها من التعليم المفتوح أو من غير المحامين المشتغلين، وبالتالي كان ضرورياً أن المحامين تقف وتواجه وتقف بصلابة في مواجهة هذا العدوان الذي انتشر والذي زاد عن حده إلى حد التقاضي واستخدام الأحكام القضائية في الهجوم على نقابة المحامين والنظام التواصل الاجتماعي الفضائيات المختلفة في التعريض بنقابة المحامين وفي دور نقابة المحامين. لكن الحقيقة نجحنا، المحامين نجحت في أنها تحمي نقابتها، ونجحت في يوم 15 يناير في أن تحمي نقبها من أن يكون هدفا سهلا لهؤلاء الذين يريدون احتلال نقابة المحامين. هذه الحماية هي أساس معركتنا اليوم وفي المستقبل. اليوم معركة فاصلة، إما أن نستمر وإما أن نتراجع وننهزم. لا بديل عن الاستمرار ولا قبول لفكرة أن هناك هدنة أو مهادنة أو تفريط أو تراجع أو تسامح تحت أي ظرف من الظروف. نقابة المحامين لن يدخلها إلا المحامين المشتغلين، ولن يبقى فيها إلا المحامي المشتغل. هذه القضية
هي القضية الأساسية اللي بتحكمنا الآن وبتحكم مخدراتنا. احنا حريصين في هذا الأمر على تأكيد المعنى الحقيقي له. طيب هي المعركة دي ما أصفرتش عن مكاسب وإيجابيات للمحامين؟ حتى الآن أصفرت، رغم قصر المدة 2 أو 3 في حساب المعركة الحقيقية، إلا أنه ما أمكننا من تدبيره من موارد أصبح الآن ملفت للأنظار. لما يصبح الآن معاش المحامين بحساب من 17 جنيه عن كل سنة اشتغال ليصل إلى 50 جنيه يبقى مكسب. لما نقابة المحامين تقرر الزيادة الدورية للمعاش 5% سنويا يبقى ده مكسب. لما نقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات القديمة بنسب مختلفة فده مكسب. لما نقابة المحامين تقرر ان المعاشات القديمة تستفيد بالزيادة الدورية ده مكسب. لما نقابة المحامين تقرر معاش الدفعة الواحدة اللي اتصرف على حوالي 5000 حالة حتى الآن ده مكسب. لما نقابة المحامين تقرر تقرر زيادة العلاج إلى مضاعفة بنود العلاج بنسبة 100% فهذا مكسب. هذه المكاسب ورغم محدوديتها إلا أنها ليست نهاية المطاف. نحن نطمع في مزيد من الزيادات، في مزيد من الضمانات، في مزيد من الحمايات. علشان كده احنا كنا حريصين ان احنا واحنا بنقدم مشروع قانون المحاماة نقرر ان هذا القانون يحمي ضوابط القيد ويحمي ما اتخذته النقابة من اجراءات وضوابط واجراءات، يحمي عضوية نقابة المحامين للمحامين المشتغلين، ويجعل نصوصها الحمائية هي الدرع الحقيقي القادم لمواجهة المعتدين على نقابة المحامين. علشان كده احنا لما حطينا مشروع قانون المحاماة كان بيحكمنا عدة محاور. المحور الأول هو الحفاظ على مكاسبنا في التنقية وتثبيتها وأيضا دعمها لتصبح نقابة المحامين سيدة جداولها. يعني إيه سيدة جداولها؟ يعني سوف يكون لمجلس نقابة المحامين دور في تحديد الأعداد المقبولة كمحامين في كل عام من الأعوام. لن ينضم لنقابة المحامين إلا من يمر باختبار صلاحية لهذه النقابة. أيضا سوف تكون أكاديمية المحاماة هي الوعاء الذي يستوعب كل الخريجين لكي يخرج العناصر التي تريد أن تنضم لنقابة المحامين أو التي تريد أن تضيف اسمها إلى جداول نقابة المحامين. أيضا تضمن القانون العناصر الحمائية لحماية المحامين ليس أمام المحاكم في الجلسات فقط، ولكن أيضا أمام جهات التحقيق والاستدلال. فهناك نصوص في المشروع تمد يد الحماية للمحامي بعدم الجواز القبض عليه أو احتجازه لأي سبب إلا بأن يقدم ضده مذكرة وتقدم إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليتخذ ما يراه، حتى لا يمنع المحامي ولا يحجب المحامي عن أداء دوره الذي استخدم الشكوى أو استخدمت الشكوى في تعطيل هذا الدور وهذه الرسالة. هذه هي ضوابط المحاماة التي حرصنا في قانون المحاماة على إضافتها. لا يوجد من بين نصوص المشروع المقدم من نقابة المحامين أي تعديل يتعلق بمدة نقيب المحامين أو شغل مدة نقيب المحامين. لماذا كل هذه الضجة الإعلامية والدعائية؟ وأنا شخصيا أرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل وتدقيق وعي. الفريق الأول الذي يرفض هذه التعديلات يرفضها ظنا منه أن وجود سامح عاشور في موقعه سوف يمنع أي شخص آخر من أن يتولى هذا الموقع انتخابيا، وبالتالي لابد من أي وسيلة تزيحه من على ساحة العمل النقابي. وده التبرير أو ده الفريق الأسهل في المعركة، لأنه ده مردود عليه بالقانون ذاته وبمضمونه، وبأن صندوق الانتخابات هو في النهاية اللي هيقول أنت أو غيرك هو الذي سوف يتولى أمر نقابة المحامين. لكن الفريق الآخر وهو الأكثر شراسة هو من يريد تفويت فرصة هذا التعديل، هذه الدورة، حتى تفوت على نقابة المحامين فرصة حصانة وحماية ضوابط القبول، فتسقط ضوابط القبول
وتتولى نقابة المحامين لجنة قضائية تدمرها من الداخل ومن الخارج، ولا تبقي عليها محامي في مكانه. وأنتم تعلمون إذا ما تولى شأن المحامين هيئة قضائية أو غير قضائية، تحرص نقابة المحامين ما الذي يمكن أن تفعله بالمحامين، وما الذي يمكن أن تفعله بنقابة المحامين، وما الذي يمكن أن تفعله بالمحاماة، لأنهم لا يدركون المناطق الحقيقية التي تقوم عليها أو يقوم عليها قانون نقابة المحامين، ولا على ضوابط المحاماة، فضلا عن أعداء المحامين الذين لا يريدون لنقابة المحامين البقاء ولا يريدون للمحاماة البقاء. لذلك كان قانون المحاماة ضرورة للدفاع عن النفس، ضرورة للدفاع عن نقابة المحامين. ومن يريد أن يسقط تقديم القانون أو يمنعه آسم قلبه، لأنه يريد أن يحقق مصالح شخصية لصالح التعليم المفتوح ولصالح غير المستغلين ولصالح المتنطعين عن العمل النقابي. ده اللي احنا يجب أن نكشفه لكل الناس. التعديل لمصلحة المحامين شكلا وموضوعا ليس فيه نصوص شكلية إلا ما تحدثت فيه الآن مع حضراتكم. نحن الآن في سباق مع الزمن من أجل حماية نقابة المحامين، ومن أجل دعم نقابة المحامين، ومن أجل تثبيت أواصر النقابة ودورها وقيمتها وقدرها. إحنا اللي مش عارف أرقام نقابة المحامين أحب أكد على بعض المعلومات النقابية. إحنا في مصروفات نقابة المحامين معاشات بنصرف 205 مليون جنيه كل سنة. العلاج بنصرف أو صرفنا في 2018 141 مليون جنيه. السنة دي لغاية شهر يونيو إحنا صارفين 140 مليون جنيه علاج. ده معناه إن إحنا داخلين على ضعف القيمة اللي إحنا كنا صرفناها العام الماضي. لما السنة اللي فاتت 141 إحنا ما انتهيناش من نصف السنة وعندنا 140 مليون جنيه صرفت على العلاج. معنى كده إن العلاج متصور أن يصل إلى 280 أو 300 مليون جنيه على الأقل. ده يحتاج إلى ترشيد، ويحتاج إلى ضبط، ويحتاج أيضا إلى نقابة تحافظ على عضويتها علشان ما ننفقش أموال المحامين على غير المحامين. لأنه أنا لما أصرف 140 مليون جنيه على المحامين غير لما أصرفهم على اللي معاهم كرنيهات نقابة المحامين بس 16 و15 و14 و13 ويقولوا إحنا محامين، وتحت يافطة المرض نقابة المحامين تفرط في دلائل الاشتغال وتفرط أيضا في أموالها لصالح غير المحامين ولصالح الذين يريدون أن يزايدوا على أداء نقابة المحامين ودورها في علاج المحامين. إحنا ما تخلفناش لحظة عن علاج محامي مشتغل حتى ولو كان غير مشترك في العلاج. إذا ما أصابه المرض أو داهمه إحنا بنساهم معاه كنقابة، لكن أنا غير مرخص ليا في نقابة المحامين كمسؤول نقابي إن أنا أنفق على غير المحامين أي مصروفات علاجية أو غير علاجية، لأنه كده مش هيبقى محامي. كده أنا بدي فلوس المحامين لغير المحامين، وبالتالي لا مصلحة لهذه الأدوار ولا قيمة يمكن أن نحافظ عليها أو يمكن أن نؤديها إلا إذا كنا نريد أن نبدد أموال نقابة المحامين. وأنا بقول للذين يستخدمون الفيس والصفحات التواصل الاجتماعي، كفاية مزايدة بأمراض المحامين. اللي شايف إن في محامي إحنا تأخرنا، محامي مشتغل إحنا تأخرنا عن الوقوف معاه، يقدم دليله. إحنا كل محامي بياخد حقه، لكن في النهاية اللي بيطلع ده مزايدة. أصل ده كان محامي من 2013 وكان عيان وما قدرش يجدد، لكن هو دلوقتي لازم نصرف عليه. طب هو ده دليل إنك تشهد في التواصل الاجتماعي إنه فلان الفلاني ده كان محامي مشتغل، أو إنك تجدد له على الفيس، أو إنك تجدد له بكلمة تقولها لصالح أمام كل المحامين فنصرف عليه آلاف الجنيهات؟ هذا أمر غير مقبول، وهذا أمر أنا لا أملك أن أفوض فيه، لأنه في النهاية دي أموال المحامين اللي ما ينفعش حد يتبرع بأموال المحامين وهو أصلاً مش عاد ما عندوش استعداد حتى يساهم في علاج زملائه أو يساهم
على المستوى الإنساني في تقديم الرسالة الإنسانية التي يمكن أن نوديها. لكن إحنا فوق النظام العلاجي، إحنا عندنا اتفاق مع العلاج على نفقة الدولة وبنؤديه، عندنا الاتفاق مع معهد الأورام وبنؤديه، عندنا الاتفاق مع معاهد الكبد وبنؤديها لصالح المحامين، بالإضافة إلى ما هو مستحق للسادة المحامين من مصروفات علاجية مختلفة. احنا مش عايزين نوقف او نتحدث عن كمجرد كل الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دي معمول بها ميزانيات، ثلاث ميزانيات 16 و17 و18 لدى مراقب الحسابات عشان يقدم تقريره، منتظر انه يقدم التقرير في 15 يونيو. بمجرد تقديم التقرير هنعقد جمعية عمومية عادية لنظر الميزانية علشان المحامين تطلع على تفاصيلها وتطلع على ما فيها من موارد. احنا فخورين ان نقابة المحامين من 2015 واحنا عندنا فائض من 2015 ونقابة المحامين لا تحصل من صندوق المعاشات على اي دعم في موازنتها، اصبح في موازنة نقابة المحامين فائض، واصبح في موازنة صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية فائض، وأصبح هذا الفائض مصدر من مصادر تمويل نقابة المحامين وتمويل أنشطتها وتمويل أدواتها المختلفة وتقديم القيمة الحقيقية والضمانة اللي تخلينا نفكر في زيادة قادمة. لأنه أيضا من المنتظر أن احنا هنحضر مشروع نعرضه أيضا على الجمعية العمومية لزيادة جديدة في المعاشات تبدأ من 2020. هذه الزيادة يجب أن تتضمن الاستحقاق الفوائد التي استطعنا أن نحققها خلال الفترات السابقة من أجل أن نقدمها خلال السنوات الآتية لنضيف للمحامي قيمة. حد بيقول لي ما هو معاش المحامين قليل، يا أخوانا معاش المحامين هو أكبر معاش في النقابات المهنية، بل هو الآن 2000 جنيه هو أكبر معاش حتى مع معاشات الدولة المختلفة. إحنا كنا متخلفين عن التأمينات الاجتماعية في انه ما بيزيدش كل سنة، احنا حطينا زيادة بقى في زيادة 5% مقررة غير الزيادات اللي احنا بنضيفها على المعاش خلال السنوات المختلفة ومن خلال مواردنا. احنا اكبر نقابة بتقدم دعم للعلاج لأعضائها بدعم يساوي 90%، بدعم يصل الى 50,000 جنيه في متوسطه. زراعة الكبد بنديها 150,000 جنيه، الكانسر وغيره من والقلب المفتوح وغيره بيصل الى 50,000 جنيه، كل ده دون ان نتاخر عن العلاج على نفقه الدوله، دون ان نؤخر العلاج الذي يمكن ان يقدم من جهات مجانيه تساهم معنا او تساهم مع المحامي في تحقيق اهدافه وفي تحقيق استحقاقاته المختلفه. اخيرا حضراتكم، وانا يعني عايز اكلمكم في موضوع في غايه الحساسيه. واحد بيسالني هي نقابه المحامين ليه مش بتعارض، وده سؤال في غايه الصعوبه. احنا ما كناش طوال تاريخنا نقابة بتهادن، بالعكس احنا كنا نقابة، وانا اتحدث عن نفسي، من 81 انا كنت في السجن بسبب معارضة انور السادات مرتين، في التسعينات او ما بعد في 2000 انا سقطت في مجلس في البرلمان مرتين في مواجهة حسني مبارك ونظام حسني مبارك. كنا بنعارض السادات وكنا بنعارض حسني مبارك، بس ما كناش بنهدم الدولة المصرية، ما كناش بنهدم علشان نسلم الدولة المصرية لإخوان المسلمين. احنا لما جت ثورة 25 يناير قفز على الثورة المصرية لإخوان المسلمين، الشعب انتفض وانتصر ليتحرر من الإخوان المسلمين ويتحرر من نظام مبارك الاثنين. ما ينفعش النهاردة اسمح لقوى تريد
أن تدمر الشعب المصري وتقوض الدولة المصرية؟ وأقول أنا معارض وبأيدها، مش هأيد الإرهاب، لن تؤيد نقابة المحامين الإرهاب، ولن تؤيد العنف، ولن تؤيد الميليشيات المسلحة، ولن تؤيد عملاء قطر، ولن تؤيد عملاء تركيا، ولن تؤيد عملاء أمريكا، ولن تؤيد عملاء إسرائيل. دي نقابة المحامين، هذا هو المعيار الواحد للقضية الواحدة. إحنا ضد الذين يتصدرون المشهد المصري كعملاء وكلاء عن جهات أجنبية تريد أن تقوض الدولة المصرية. لا، إحنا مع قواتنا المسلحة، إحنا مع قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن إن أمكن ذلك. إحنا مع ده لأننا بدافع عن نفسي. يا أخوانا شوفوا ليبيا فيها إيه، يا أخوانا شوفوا السودان فيها إيه، شوفوا اليمن فيها إيه، شوفوا العراق فيها إيه. لما مصر تقف على رجليها، مصر تبقى الدولة القادرة اقتصاديا وعسكريا على المواجهة وعلى الانتصاب من أجل حقوق أبنائها، نعارض ونتخانق. إحنا ما عندناش أي مانع إن إحنا نؤدي الدور ده، بس نؤديه في مكانه وفي محله، لا نؤديه لتقويض الدولة ولا نؤديه لحساب شخص ولا لحساب رئيس. إحنا مع مصر مش مع رئيس مصر، إحنا مع الدولة المصرية، إحنا مع الجيش المصري، إحنا مع النظام المصري اللي بيحافظ عليكم وبيحافظ علينا. دي هي سياسة نقابة المحامين. ولما يكون هناك سبب أو قضية تستاهل الخلاف بنختلف، بس في فرق بين إنك تختلف علشان تدمر الدولة وإنك تختلف علشان تصحح خطأ. إحنا بنختلف علشان نصحح أخطاء، وهنختلف مع الحكومة المصرية ومع الدولة المصرية ومع الرئيس المصري على أي أخطاء، لكن لن نختلف على إن دي دولتنا الوطنية، لن نختلف على إن دولتنا اللي إحنا يجب أن نحميها وندافع عنها في مواجهة الذين يريدون أن يقوضوا الدولة المصرية ويقوضوا المنطقة العربية. النهاردة شوفوا حضراتكم اللي بيحصل في المنطقة العربية إيه. أمريكا افتعلت معركة مع إيران، جابت دباباتها وغواصاتها وحملت جنودها وراحت الخليج علشان تبتز الخليج، علشان تاخد نص مليار دولار على الأقل، 500 مليار دولار هتاخدهم في هذه الطلعة العسكرية اللي مش هتحارب فيها إيران. أمريكا مش عايزة تحارب إيران، أمريكا مش هتضرب إيران، أمريكا حريصة على بقاء إيران، لكنها حريصة على بقاء أعداء مصطنعين للأمة العربية علشان تبتز الأمة العربية وعلشان تاخد أموالنا. أمريكا خدت من دول الخليج أكثر من 500 مليار، ثم 500 مليار مرتين اتاخدوا في سنة واحدة. دول كانوا يكفوا سداد ديون الأمة العربية كلها ويكفوا للتنمية الاقتصادية للأمة العربية كلها. ليه بندفعها لأمريكا وليه بندعم بيها أمريكا وإحنا بإمكاننا إن إحنا ندعم أنفسنا؟ ده الوعي العربي اللي إحنا يجب أن نؤديه وأن نتحدث فيه وأن ننبه لخطورة الاستسلام لهذه المقررات وهذه المخططات. إحنا عدونا واحد، عدونا معروف، عدونا أمريكا وعدونا إسرائيل. عاشت نقابة المحامين للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.